كفر دلهاب النجم المتألق دائما يوسف الشريف. بقول لك مليون مبروك على النجاح الكبير للمسلسل. أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، ولهم كل سنة طيبين ويا رب دايما سعدة يا رب. أنا عارف أن المسلسل من البداية فكرتك مش كده؟ مظبوطة. الفكرة بقى إزاي جات لك فكرة الطبيب اللي بيتضح أنه هو شيطان في الآخر؟ هي مش فكرة الطبيب بالذات قد ما هي فكرة البني آدم اللي بيتحط في, 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 في محنة جديدة، في ابتلاء، في اختبار من ربنا سبحانه وتعالى، واختارنا جايز أكتر اختبار قاسي ممكن يمر بيه البني آدم. يعني 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 بلغنا شوية، يعني ده مش اختبار من الاختبارات العادية، دي نقطة تحول في حياة بني آدم، مر بأسوأ ما يمكن أن يمر بيه بني آدم، اختبار شديد وله الاختيار هيعمل ايه ساعتها. فاخترنا النموذج اللي قرر انه ينتقم انتقام اعمى، تحت كلمة اعمى دي 10 خطوط، فانه هيوصل لهدفه ويتحد مع الشيطان يعني، ويدوس كل الناس حتى لو كانوا مظلومين زيه او ما لهمش ذنب في اي حاجة، في سبيل انه يحقق شهوة الانتقام. فكرة الرعب بقى، يعني دايما لما كانت التجارب دي بتتقدم في الدراما أو حتى السينما المصرية كانت بتثير الضحك أكتر منها الرعب، مش زي الأفلام العالمية. ما خفتش من إنه ده يحصل معك؟ والله شفت، يعني هقول لك احترامي طبعا لكل التجارب اللي اتعملت قبل كده، يعني أنا عندي دايما عندي خوف وعندي قلق من أي خطوة بعملها، فمش هستثني كفر الدهب ده بالذات. ولكن ممكن أقول أن كفر دلاب كان الخوف زيادة شوية، علشان برضو تجربة جديدة وكبيرة في نفس الوقت والنوع مختلف. فكرت أن طبعا موضوع زي ده لو ما تعملش بالشكل المظبوط هيبقى كوميدي، بس يعني أنا عندي يقين إن وعندي رهان دايما على المشاهد أن لو الحاجة تعملت صح ما فيش ما يمنع، يعني المهم الحاجة تعمل صح. الفكرة موجودة من فترة، قرار ان الفكره دي تتفعل ده مش قرار فردي، يعني انا ما كنتش اقدر اضمن كل حاجه في العمل، فلا يعني ما خاب من استشار زي ما بيقولوا. لا انا طبعا يعني اول واحد شجعك على تنفيذ الفكره؟ لا اول واحد بطبيعه تواجدها معايا في البيت هي انجي، وكانت انجي مراتي طبعا الحياه والنجاح. انجي مراتي، وكانت هي طبعا مصممه الازياء، وكانت برضو من الناس المهمه اللي انا اسالها، المسؤوله عن شكلك من اي تو زد في المسلسل، المسؤوله عن كل حاجه ليها علاقه بالشكل. كان لازم اخد راي المنتج، المخرج، الكاتب اللي هيكتب العمل، مهندس الديكور، خمسة لازم يقروا ان الموضوع ان شاء الله هنخشه بحماس وهنعمل فيه مجهود وهيطلع بالشكل جميل. يمكن انت خدعت المشاهدين شوية من خلال صورة الشيطان اللي حطيتها على حسابك على تويتر، وفي اخر المسلسل قلت ازاي يا جماعة انتوا ما خدتوش بالكم من الصورة دي. شوف بس هو ده طبعا ملوش علاقة خالص ولا بالفن ولا بأي حاجة، ده من حبي في البص، انا شديد الاعجاب بالجمهور اللي بيتابع المسلسلات اللي عملتها في الفتره اللي فاتت، شديد الاعجاب بذكائهم وشديد الاعجاب بطريقه حماسهم وطريقه مناقشتهم. فهي عارف لما تكون انت حابب حاجه قوي وجيم كده تلعبوا معاهم، فهي هنت يعني انا عملتها السلسله اللي فاتت، فجاه غيرت الصوره حطيت صوره اسم مؤقت كان مع نهايه القيصر لما كشفنا ان هو جزء تاني اسمه مؤقت، فقلت السنه دي طب ما اعمل كده. في نفس الوقت الصوره ما كانتش مبينه قوي يعني، بس كانت مديه هنت يعني ان العينين اللي بتبص بالشكل ده وبس. فانا لا يعني ده طبعا تهريج في الاول وفي الاخر، بهزر معاهم يعني وخدتها معاهم زي الجيم كده اللعب يعني. اخيرا تقول ايه لشريكه الحياه والنجاح انجي علاء؟ اول حاجه اقول لها ربنا يخليك ليا ولاولادك، شكرا يعني بجد على وقفتك جنبي كزوجة، وكمان على مجهودك اللي بتعمليه في الشغل، وبجد مشرفاني دايما يعني لكل جمهورك في العراق من خلال شاشة الشرقية والوطن العربي كله وبرنامج هوليود الشرق. تقول لهم ايه؟ أقول لهم كل سنة طيبين، ربنا دايما يخلي كل أيامكم سعيدة، والجمهور العراقي يعني له معزة خاصة، ما
كمان كلهم بيحبوك على فكرة. أنا بحبهم جدا وبتابع كتير كتير ردود أفعال سواء على اليوتيوب أو على تويتر. بقول لهم يعني يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم والشعوب العربية كلها يعني. يا رب بشكرك وألف مليون مبروك مرة تانية. ربنا يبارك فيك. أشكرك.